حنا الجزاره ديال المناسبه، ولكن الحمد لله خدينا الشيخه من عند والدينا، والدينا هما اللي علمونا، ومن العام لعام كندبحوا كندبحوا بداك الشيء زويول فهمتيني، والذبيحه عاوتاني فيها وفيها كاين اللي كيصبح سكران وكاين اللي ما كيصليش، هذه هو الرساله اللي بغيت نوصل انا، راه كاين شي جزاره صاحبي تسليم ورجال البلاد تيفيقوا الصباح سكرانين، كاين اللي معجن وكاين اللي مقرقب، واش شي ما خصوش يدار اخي؟ علاش؟ حيت الضحيه هذيك الضحيه ديال الله سبحانه وتعالى خصك توصلها ليه، فهمتي؟ وانا واحد الرساله كنوصل اي جزار في عيد الاضحى، خص الانسان يكون تيصلي باش الضحيه كتوصل. شحال من حوالي ذبحتي؟ وذبحت اخي شي خمسه الحوال اخي، الله يجعل البركه، غير بوحدي معايا الدري كنتعاون انا وياه، اللهم لك الحمد بخير حميدين، الله بالله طحنا بناس زويونين ناس طيبين ذبحنا. كيفاش تعاملوا معاك هذوك الناس الزبائن؟ حنا كنعرفوا الظروف ديال كورونا، كاين تخوف. واخا كاين تخوف دخلنا الحمد لله استقبلونا بواحد الاستقبال زويون، دخلنا رحبوا بنا فطرونا كلينا شربنا الحمد لله، درنا الكمامه وذبحنا الحمد لله، والكمامه راه مشات ليا بعدا فزقت ليا مع الدم وداك الشيء مشات الحمد لله ذبحنا، ونتمناو ان شاء الله عيد مبارك سعيد جميع المغاربه والمسلمين، والله يجعل ربي يقعدوا صدق الفلسطينيين والعراق واليمن وليبيا، والله يجعل ربي المسلمين. شنو المطري اللي عندك؟ عندي موس اخي، انت عندي الموس، ها انت خاي المسحت، هادو كيجيب الله فيهم البركه، ها انا خاي هادو الحمد لله كيجيب الله فيهم البركه، موس ومقدي مسحت وموس الحمد لله، اللهم لك الحمد. انتوما كتفرضوا على الناس طريفه ولا اللي عطى الله؟ لا دابا انا ذبحت شي ناس دابا دراوش الفقراء مساكن في العمار تشوفون تقول هادو لاباس عليهم الحمد لله، قال لك شحال ذبحت المره الاولى قالت لي شحال، قلت لها اللي قسم الله الوالده البركه، ما تنقولش شحال، كاين اللي كيقول لهم 4000، كاين اللي كيقول 3000، كاين اللي كيقول 4000، اما عيد الاضحى ما كيتشطرش فيه الناس اخي، الصراحه هي هذه غير البركه ديال العيد من العام لعام. تهنئه. والتهنئه تنشكروا محمد السادس الله يشافيه لينا، ونتمنى عاوتاني مره اخرى عيد مبارك سعيد للمغاربه، والله يتحيدنا الافه هذه، وان شاء الله ترجع المياه مجاريها، وكنتمنى لكم التوفيق وعواش مبروكه وسنه سعيده، ونتمنى لكم نشوفكم ان شاء الله، وتبارك الله عليكم المغاربه، وتهلاو بعضياتكم، ورجع ذاك الجيران اللي كانوا بكري، كانت الزوره بكري، كان الاضحى الناس كتضحك، ما بقاش ذاك الاجواء اللي كانت بكري، دابا هي الحال المهم، دابا ولا كل شيء سد عليه، كل شيء خيفان، كل شيء هذه، والحمد لله وعواش مبروكه مره اخرى، اللهم لك الحمد بخير، ها انت خاي، الله يجعل البركه، ها هي 5000 ريال، الله يجعل البركه، حميدين شاكرين اخاي، دراري تبارك الله عليكم، ان شاء الله طول العمر من هنا حتى 100 عام 2096 ان شاء الله، هاك تكون القلوب بيضاء، وعواش مبروكه مره اخرى، وان